هذا من سبانه الله احسن من جماعته والله للثنتين بارحه يلا لا بالعكس صفان البارحه يعني امانه وصلت 100% جود من الساعه لا لا 100% عندي بيانات كلها ما قصرت فريدكم اليوم انتم تكملون ان شاء الله سوبر 100% سود البصره اليوم للساعة 2 انتهى يعطيكم العافية مو جاي فزعه عند الزبون اي والله احمد قال والله التقصير عندكم انتوا الزبون حتى لو لا لا نقطه شويه كبيره مساحه لا شنو ما قصدك وزارة واطراف العيال صفان ترى اشتغلنا هنا هسه على كل ان شاء الله احنا كلنا احنا فريق واحد صار عندك عدد زين الا ان شاء الله هسه البعيد جاي اشتغل بالبعيد ولا هو هيك جمع سيارات عندنا صفر طلعنا الحيز طلعنا صدالي طلعنا المزارع اللي حيز هسه جاي نبدا لنا شوي شوي على المركز سلام عليكم على المركز ابو ناجر وين مخاطرهم وياك اي شو لهم يعني هي مو المفروض انهم غرامات البصر تظل متاخره استاذ المفروض اول بدايه ندخل المخازن كما صارت بنهايه ما جوكم من صفان ترى بعد المفروض اهل الزبير هم المخازن بس هو هسه الخلل صار عندكم يعني ولدكم هم المفروض هذا التعداد من البارحه المفروض هم اهل الزبير لكن اللي فهمته من الاخ انه كثير من عندهم ما ملتزمين مع الاسف يعني حصل بس انا ما اريد اخرك شو امرني شو تريد من عندي حتى نكمل شغلنا بس هاي شفنا وزع على الباحثين سيارات كافيه هسه 35 سياره اذا تحتاج سيارات مختلفه عندك 35 لو اكثر من 35 باصات عندك خمسه بعد وين باص مو اي شيء تحتاج يلا بالتوفيق ان شاء الله سيارات الرياض يعني مو كافيه احنا اللي على الرياض عندك 35 تفضل هذا احنا اللي على الرياض تو من زبير لهم نضطر مرات سيارات مو كافيه نضطر ناجر على حسابنا يعني انا شخصيا لحد الان صار شنو ماجر انا لك شنو مهجرين شنو صارفين سيارات مو عدد هسه انا جاي اقول لك شنو هسه اليوم احنا وفرنا لك سيارة بس شنو دافعين حتى السابق احنا ندفع ابدا لا تديرون بالك وانا بلغت مو من باب انه انا اقول لك هي فزعة لكم مناطق نعم سيارات المحافظه بس ما بس ما غطت هسه اليوم اكو سيارات اذا ما غطت واجرتوا احنا ندفع لكم اياها ان شاء الله كان من يقول احتياجك ساعيد ما يصير احنا موجودين انا قلت لك انا من حجه اعتبار ما في سيارات لا لا حبيبي انا قلت السيارات الموجوده اذا ما غطت واجرت سياره ما ندفع احنا موجودين ولا تديرون بال هاي بس المهم غطونا الزبير لان هسه احكي لك الان بالخصيف تقريبا هسه من الصبح ما غطت عندهم منطقه شط العرب هم ما باقي لي شيء باقي عندنا فقط الزبير اليوم لا الزبير مو كبير اذا ترجع للواقع لا لا انا خلنا احكي كلش بصراحه مو قضيه كبير ولا مترامي الاطراف تقول لي لانه هسه الاخوان صفان اكثر مترامي المزارع والاخرين وغطوا المشكله بالشباب اللي كانوا مكلفين بالعمل بالزبير انسحبوا وعافوا هاي القصه ترى حقيقه اذا نجي للمساحه الجغرافيه فانا محافظه اعرف مساحتها الجغرافيه كثير مناطق بالبصره بدون ما نسميها يمكن فيها مساحات متراميه اكثر من الزبير وتغطت يعني تغطت 100% ليش الناس قد عندنا مناطق في مركز الزبير ما محسوبه هو جاي يقول لك انسحبوا هو سوى خير عدد شباب بالزبير انسحبوا سيد محافظ جاي ان شاء الله مو كلهم ولدكم يعني ذول من صفان ولا مقصر ولا قرر ولا ان شاء الله اليوم كلها الزبير جزء من البصر لازم كلها اليوم ان شاء الله